تبقي أمال السوريين. أمامك الآن ضربة الحرة المباشرة لمصلحة المنتخب العربي السوري. حائط الصد، الله، آه يا الله يا الله يا الله يا الله، لو أتى الهدف الثاني كان يأتي الفرح، لو أتى نعم الهدف الثاني. إذا فاكرين أنه نسينا هاللقطة بتكونوا غلطانين، نحن ما بننسى الوجع وراح نرد الصاع صاعين. أستراليا الخميس يومكن. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الغوالي متابعي قناة جرينتا سبورتس. اليوم راح نحكي عن وضع منتخب سوريا قبل مواجهة أستراليا المفصلية والحاسمة. أول شيء خلينا نحكي بنتائج لعبة أوزبكستان، كل هاد بعد الفاصل. يا من تسمعوني صلوا على طبيب القلوب، صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. صديقي إذا أول مرة بتشوفني وعجبك الفيديو أتمنى من كل قلبي تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. في عنا تعليقات ظاهرة سلبية أتمنى نخلص منها، بعرف تحبوني عم تحطوا قلوب حب ومنور وكذا، تمام، بس هذا الشيء بضر الفيديو. خلي التعليق بعد إذنكم بمحتوى الفيديو مشان نرتفع ونصعد أكثر والفيديو يصل لمحلات تانية، وباعتبارا من هالفيديوهات التعليقات المميزة راح تتبروز وتنزل مع المقدمة ومع شكر لصاحبها. إذا منتخب سوريا خرج بنقطة من لعبة أوزبكستان، راح أحكي بلغة العامية الفصحى وراح أكون مرتاح كتير بالحكي وراح أذكر شوية نقاط لازم نوقف عليهم. منتخب أوزبكستان عبر مدربه أعلن أنه ممتعد كتير من أداء منتخب سوريا وسأل أنه إيش الفائدة أنه أنت تلعب 10 مدافعين وطلعان بنقطة، ولام لعيبته أني ما أوجدوا حلول على أرض الملعب، لازم كان يوجد حلول. قال كمان شفت لعبة الهند وأستراليا، الهند كمان دافع بعشر لاعبين. تمام، أنت إيش بتحب نلعب لك مدافع واحد تسجل 10 طابات؟ ما بعرف إيش بدك يعني، أعطينا بالأخير إيش لازم نعمل. ذاتي لو بس هيك سنتيمترات قليلة وبرامي صار مسجل ذاك جول أنت لا تطلع خسران، بس تحاك بعبك. بالنسبة لوضع اللاعبين الجدد بالمنتخب، لهم كانت هاللعبة بالنسبة لهم انطلاقة جديدة، وشفنا خليل الياس غير صورته على انستغرام ونزل صورته بلباس المنتخب وكان كتير فرحان للأمانة، وقال انه هي اول لعبة رسمية إلي بقميص منتخب سوريا وانا كتير فخور ومسرور بهالشي. شفنا العناق بين ايهم اوسو ووالدته، كان عناق كتير حميم، وشفنا انه كان الاهل مرتاحين لأداء ابنهم والولد فخور انه لعب لمنتخبه واجداده يعني وابائه، حتى انه هلا جده الايهم ساكن بالشام وفي تواصل مع الاستاذ في الاسطواني. صحف كولومبية ايضا اشادت بما قدمه بابلو صباغ، وطبعا هنيك لقبه الشيخ بابلو بما قدمه بقميص منتخب سوريا في اول لقاء، ومدحوا توليفة السورية المتجددة وقالوا انه مع شوية صبر رح يكون عندهم منتخب كتير كويس. بالنسبة للصحف الارجنتينية ايضا في كذا صحيفة كتبت عن ايزاكيل وابراهيم يسار وعن المستويات الرائعة راح العارم بالشارع الرياضي السوري بالنسبة لقدوم هاللاعبين. مشاعر بالشعب السوري كانت كتير عالية ومرتفعة وكلهم فرحانين، لاني مو السبب انه ايه حصلنا نقطة من منتخب البرازيل، لا، منتخب أوزبكستان منتخب أحسن مننا وقدم سلسلة نتائج 25 مباراة، زلمة خسران بس 3 مباريات مع فرق مونديالية اللي هي كندا وأمريكا وإيران، وعنده 4 تعادلات فقط و17 فوز. منتخب بيمتاز بالأوفرات، بيمتاز بقوة التسديد، بيمتاز باللياقة العالية، بيمتاز بالالتحام الجسماني القوي، وعنده تكنيك مميز يعني أول ما يسلم طاب بيعرف إيش يعمل وإيش لازم يعمل، وحفظان مواقع رفقاته لعبانين مع بعض من 3-4 سنين، ولا ننسى إنه كاتانيتش مدرب عليهم من 2019. منتخب سوريا بتعرفوا كوبر شهر سلم المنتخب وقبل بشهر جاب اللعيبة، والثالث لعبة يلعبوها ضد أوزبكستان سوا، هذا ال 11 اللي لعبوا ضد أوزبكستان أول مرة بيلعبوا مع بعض. بالنسبة إلي أنا لو كنت مدرب منتخب سوريا داخل على البطولة مجموعة أوزبكستان أستراليا الهند، تصوراتي راح تكون انه سجل انتصار على الهند، راح اخرج باقل الخسائر من استراليا وراح احصل نقطه من اوزبكستان. اوزبكستان بما انه هو منافس مباشر على المركز الثاني، طبعا انا تعادلت معه بظروف كانت مثاليه بالنسبه لاوزبكستان، معسكر تحضيري جيد، لعيبه منسجمه، التناسق بالتشكيل، عرفوا بعضهم حفظانين بعضهم، تمام، انا اقتنصت نقطه من منتخب اوزبكستان. هاجس بلعبه استراليا رح يكون مختلف تماما صدقني. اولا في ثار قديم مع استراليا، خسرونا ببطوله امم اسيا الماضي بنتيجه 3-2 والفوز عليهم كان كفيل لينقلنا للدور الثاني، حرمونا من العبور لملحق عالمي كاس عالم 2018 بروسيا، لما تعادلنا معهم بماليزيا 1-1 وتعادلنا معهم باستراليا 1-1
والقانون الظالم اللي أجبرنا نلعب 15 دقيقة وشوطين إضافيين بأرض أستراليا، تلقينا هدف انحرمنا من الظهور في الملحق العالمي، وبوقتها ربحوا بسهولة أتوقع الهندوراس وتأهلوا لكأس العالم. نعم، منتخب أستراليا متجدد، منتخب أستراليا قوي، منتخب أستراليا منظم أقسى من أوزبكستان، لكن أنا كمنتخب سوري أنا جاي على البطولة وعارفين حالي رح أخسر من أستراليا، ما عندي شيء أخسره، رح ألعب بكل أريحية، مدرب رح أتجرأ وأهجم هالمباراة هاي، لأني مو مطلوب مني أفوز على أستراليا. جراهام أرلوند مدرب كبير ومدرب معروف وعنده توليفة كتيرة، ولا ننسى أن أستراليا 12 لاعب من القائمة اللي كانت مشاركة مونديال قطر 2022 على القائمة الموجودة حاليا، 12 لاعب جديد بالبطولة، يعني هن من بأحسن أحوالهم مثلنا، وشفنا أنه خرجوا مع الهند متعادلين بالشوط الأول، ولولا الخطأ الكارثي من حارس الهند ما كان يمكن استقبلوا هاللعب بأريحية. طبعا حارس الهند غلط غلط كبير، والهدف الثاني أيضا بخطأ فادح من مدافع قلب دفاع منتخب الهند. أستراليا نعم أفضل منا وبمرحلة منيحة، لكن ما هو المنتخب المرعب، شوية تركيز وشوية هيك بس نلعب عقل ونلعب بجرأة أكثر هالمباراة، صدقني ما تستغرب إذا طلع منتخب سوريا ربحان ولو بطابة واحدة. منتخب سوريا قادر وعنده الأدوات، المدرب فيكتور كوبر صار عنده أدوات وعنده عناصر بتساعده لتطبق ولو شيء من الفكرة الموجودة براسه، لكن للأمانة أنا في شيء خوفني من كوبر بمباراة أوزبكستان، ما استخدم غير عنصرين من الدكة، هذا بيعطيك مؤشر أنه ما عنده ثقة باللعيبة الموجودين على الدكة، وما في لاعب عم يلبي طموحه، وإذا حابب يعمل تغيير بالتكتيك اللعيبة الموجودين أتوقع ما عم يلبوا رغبته، ما عم بيكونوا على قدر ما هو متوقع من المسؤولين. أنا ما عم بخيس بلعيبة الدكة أو اللعيبة الأساسيين، لكن للأمانة كوبر مو مرتاح للعيبة كلهم، وأتوقع لسه راح يجيب لعيبة مغتربين وراح يلعبوا بصفوف منتخب سوريا. بالنسبة للتشكيل المتوقع ضد أستراليا، أتوقع نفس الـ 11 راح يلعبوا، اللهم محمود أسود مركزه ما مضمون، إذا عمر خريبين جاهز أتوقع يلعب كان محمود أسود. عم نحكي عن التشكيل الماضي، مؤيد عجال بالنسبة للموجودين كان مردوده أقل شيء، بس صدقا مؤيد قدم مباراة كتير جيدة، وهذا سقفه بهالعمر مؤيد، يعني ما بحسن بيعطيك أكثر من هيك. ممكن يلعب الكردغلي مكان مؤيد، ممكن إيه ممكن، اتوقع يضل يعتمد على الكروما وايهم اوسو بسبب طولهم، ولا ننسى ان استراليا بيعتمدوا على الاوفرات وبيعتمدوا على الاختراق من الطرف الأصغر. دفاعيا عمر خريبين ممكن ما يخدمنا بالشكل المطلوب، محمود اسود كان عم برجع بساند، حتى شفنا انه تحصل على بطاقه صفراء بالشوط الاول، هم اضافيه رح تكون على طرف عبد الرحمن ويس في حال لعب محمود الاسود. دخلنا رح يلعب 4-2-2-2، أربعة مدافعين، اثنين ارتكاز، اثنين أجنحة، واثنين مهاجمين، وأتوقع زلاعب خريبين راح يلعب تحت بابلو صباغ بطريقة دومينو، يعني مهاجم 9.5 مهاجم مهمي، لأنه عمر خريبين مميز بالكرة الثانية، يعني الكرة المرتدة من الدفاع أو الكرة المرتدة من الحارس أو الكرة اللي بتقلش أو بتهرب من مهاجم منتخبنا، راح يكون عمر خريبين بالمرصاد. متفائل وأتوقع أنه شيء راح نطلع بنقطة تعادل، إذا خسرنا 1-0 كمان ما ينهي العالم، يعني أنت الداخل لتربح على الهند. ربح على الهند وطلع الدور الثاني، الموضوع ابسط من هيك ما ضل، بس ما تخسر بأربعة وخمسة مع استراليا بزعل، انا بزعل. مالك حابب تخسر وانت يعني صعب استراليا يسجل عليك هدفين، انا متاكد اذا لعبنا بالروح والجرينتا الماضيه صعب جدا يسجل عليك هدفين. منتخب سوريا في الطريق الصحيح، اتوقعها 1-1، اتوقع هالمباراه رح تسجل واستراليا رح يسجل، اتوقع منتخبنا رح يستبسل بالمباراه، وما بستغرب اذا كان منتخبنا طالع من اللعبه وربحان 1-0، اكيد ما بستغرب، واذا خسرنا 1-0 او 2-0 ما هي نهايه العالم، لكن انا توقعي الشخصي 1-1، وانت حط لي توقعك بالتعليقات. انا خلصت، شكرا لكل الجماهير السوريه، شكرا على الدعم اللامتناهي، شكرا على الاشتراكات الكتير اللي عم تجي، على الاعجابات، على التعليقات، اشكركم من كل قلبي، انا واخي مصطفى كمان احييكم، واتمنى انه ما تحرمونا ايضا، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك انستغرام فيسبوك، ولا تحرمونا من لايك وتعليق، تبوا بامان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله والبركات.